نعم. تسأل عن قضاء الحائض للصلوات. الحائض وقت الحيض تسقط عنها الصلوات، وهذا رحمة بها وتخفيفا عليها، لأن الصلوات كثيرة، فلو طولبت بقضاء هذه الصلوات لشق ذلك عليها، أين؟ فالصلوات تسقط عن الحائض، وإنما تقضي الصيام فقط. وقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبون ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كأن عائشة تلمح إلى أن حكم الشارع هو حكمة الحكم، فلماذا السؤال أصلا؟ فحكم حكم الله ورسوله هو حكمة الحكم، وهو غاية الحكم، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، لأننا على يقين بأن الله حكيم عليم، لا يأمر بشيء إلا الحكمة، ولا ينهى عن شيء إلا الحكمة جل وعلا. لكن الحكمة هنا ظاهرة، وهي أن الصوم شهر واحد في السنة، والمرأة عادة يأتيها الحيض من 6 إلى 7 أيام، فهذه يسهل قضاؤها ولا يشق، بخلاف الصلاة، فلما كانت 5 صلوات في اليوم والليلة فيشق قضاؤها لو أمرت الحائض بالقضاء. وعلى ذلك فالحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.